بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا لتدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد المسجد الحرام إن شاء الله آمنين لله تكبير لله تكبير لا تكبير القرآن لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله حياك الله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. والذين معه أشياء
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة سيماهم في وجوههم من أثر السجود الله 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 ما شاء الله جميل ذلك مثلهم في التوراة الله ما شاء الله يا شيخ أحسن ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار لله تكبير لله تكبير وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب لا يسمعون فيها لغواً
بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن قال صوابا لله تكبير ذلك صدق الله العلي العظيم.